السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله. بدي أتكلم عن سورة البقرة 4 مرات و30,000 استغفار، والكلام يعني طبعا أوجهه للمتابعين إن شاء الله، وأوجهه كمان للمشايخ، يعني للمشايخ الذين مثلا قد يعيبوا هذه الأرقام، قد يعيبوا هذه الأرقام، ويعني بيكون عندهم هيك نوع من بيكون عندي نوع من التحفظ على الأرقام مثلا، يعني لا ننسى ما كان بينهم للمشايخ إن شاء الله وللمتابعين ولكل متابع جديد، إنه هذه الأرقام تكون من المجربات، كما قال ابن تيمية عندما كانت تشكل علي مسألة كنت أستغفر الله 1,000 مرة. فهذه 1,000 مرة من أين أتى بها الشيخ ابن تيمية رحمه الله؟ ما هي لم تثبت. وسيدنا أبو هريرة 1,000 مرة وكمان لم تثبت. فالمجربات سبحان الله لها ما لها. يعني ذاك الصحابي رضوان الله عليه، نسيت شو اسمه، يعني عندما استطعموا القوم فأبوا، فكان السيد القوم قد لدغته عقرب فكاد أن يموت، فرقاه بالفاتحة وقال له رسول الله يعني من أين لك، يعني كيف لك أن تعرف أن الفاتحة هي الرقية؟ لم يعب عليه هذا الأمر فوافقه، فقال يعني اقتطعوا لي سهم من الشاة. سبحان الله، فالمجربات لها سبحان الله. وعندما نقول مثلا 4 مرات سورة البقرة أو 30,000 استغفار، يعني لا ربما لإني أنا يعني أقلكم علم مثلا، وأنتم يعني بدي أسأل سؤال، كيف للشيخ عثمان الخميس يعني الله يبارك فيه ويرضى عليه، كيف له أن يتداول ويقول إنه سمعه من شيخ آخر طبعا إنه فلان مكتوب موجود عنده على صفحته هذا الكلام، إنه فلان أراد أن يسحر بنت، أراد أن يسحر، معروف في هذه القصة ويتداولوها المشايخ، يعني تنقل هذا الشخص الذي أراد أن يسحرها من ساحر إلى ساحر أكبر إلى ساحر أكبر إلى أكبر السحرة، فلم يستطيعوا سحرها، فكانت هذه الفتاة تقرأ سورة البقرة 7 مرات. طب أنا بدي أقول لك يعني نقطتي إنه الشيخ عثمان الخميس كيف له أن يتداول كلام قصة بنت 7 مرات، يعني لو ما إنه في معرفة. طب اليوم إحنا بفضل الله والفضل كل لله، آلاف القصص مع 30,000 استغفار، وآلاف القصص مع 4 مرات سورة البقرة. وأنا كل الذي أريد أن أبينه للمشايخ إن شاء الله إنه إذا أنت لا تستطيع أن تخرج على المنبر وتتكلم هذا الكلام إنه يعني إلزم الاستغفار ب30,000 استغفار، لحظة شوي أوقف فيك موقف أفضل عشان أعرف أتكلم. أنت لا تستطيع أن تكلم الناس عن 30,000 استغفار ولا عن 4 مرات سورة البقرة، لأنه لم يثبت، كمان كلام عثمان الخميس الله يرضى عليه لم يثبت، لأنه أي قصة فلاني ومنعرفها، أنا بعرفها هذه القصة، يعني 7 مرات تقرأ سورة البقرة فما استطاعوا أن يسحروها. نعم، وقصة سيدنا الإمام ابن تيمية 1,000 مرة، نعم، وهو قال خير الدعاء الاستغفار، فكل هذه لم تثبت صراحة، يعني هي لم تثبت عن رسول الله ولكنها مجربات. وابن تيمية عنده تجربة بالاستغفار، عاش الاستغفار وقالوا خير الدعاء والاستغفار. كيف أنت تريد أن تقدم هذا الكلام للمصلين الذين من خلفك؟ كيف يعني كيف ممكن أنه إمام يتكلم بقال الله وقال رسول الله وثبت ولم يثبت؟ وأنا معك، أنا أمشي معك، وتطلع وتقول أبو أحمد بقول 30,000 استغفار وفلان بقول 4 مرات سورة البقرة. أنت لن تقول هذا الكلام، لكن أنت بتعرف في قرارة نفسك إن الأمة ضاعت، وبالأخص بالإباحيات والزنا والتبرج والعري والتكشف، ضاعت، وإحنا كنا ضياع بفضل الله. وأنت بتعرف إن الناس مديوني ومهموني ومكروبي، وأنت بتعرف إن الله يعاقب على الذنوب، أنت بتعرف يقينا إن الله بيعاقب على هذه الذنوب، فهذه ذنوبنا التي نصر عليها، إن كانت غيبة، إن كانت نميمة، إن كان سب، إن أكل ربا، إن كان إباحيات، إن كان سقطات، إن كان
انبطاح تحت الشهوة، إن كان يعني منغمس في هذه الدنيا حتى لو كان بحلال وقد ضيعت الصلاة بسببها، إن كان بقطيعة الأرحام، إن كان بكل هذا الحسد، الغل، كل الذي نهاك الله عنه. أنت يعني أنت بتعرف أن الله حولها علينا هذه الذنوب إلى ديون وإلى هموم وإلى أمراض وإلى أسقام. إذا بتعرفش فيعرف. ليش؟ من أين لنا هذا؟ القصص الذين لزموا الاستغفار شفاهم الله، وأنا واحد منهم، والذين كانوا مديونين وأنا واحد منهم أكثر من 80,000 دولار الله قضى عني من حيث لا أحتسب، وشفاني الله بالنظر، يعني كان نظر ضعيف، يعني ضعيف، كنت مساوي عملية ماء المهم، وما زبطتش قبل الاستغفار. مع الاستغفار لما عملت العملية الثانية الحمد لله رب العالمين استقام الأمر. بروستات مرض يعاني منه، أنا كنت مرض مزمن، وهذا المرض المزمن يعني سنين، وناخذ دواء وكنت أعاني مع الدواء، كنت أعاني أن أستيقظ بالليل عشان أدخل الحمام، أجلكم الله. فمع الاستغفار خلصنا دواء الحمد لله رب العالمين. تبعات كورونا، خلصنا تبعات كورونا بفضل الله بالاستغفار. قضى عني الله دين أكثر من 80,000، حياتي تقلد، يعني أنا أترزق من حيث لا أحتسب إلى يومنا هذا، ورزقي أوفر مما كان بمليون مرة في الماضي والحمد لله رب العالمين. فمن أين؟ من القصص التي جاءتنا من المتابعين، آلاف القصص التي جاءت على الاستغفار، ب30,000 استغفار. لا ندخل على تحديد الأوراد، أنا جبت لك أنه سيدنا أبو هريرة كان عنده 12,000 استغفار يومي، وكان يعني له حبل ومعقود فيه 1,000 عقد عشان يعد استغفار ويقول على قدر عتقي. وابن تيمية قال إذا أشكلت علي مسألة فكنت أستغفر 1,000 مرة فتنحل المسألة، وهكذا. فإذا أنت صعب عليك أنك تبين للناس أنه لم يثبت، لكن ممكن كما قال، يعني هل يجوز للشيخ عثمان الخميس أن يأتي بقصة فلان الفلاني التي كانت تقرأ سورة البقرة وأنت تقول عنها لم تثبت على رسول الله أن تقرأ سورة البقرة، لما تقرأ سورة البقرة 4-7 مرات؟ فكيف بتعيدها وتكررها في دروسك إذا كانها حرام؟ شيخ مثلا ما شاء الله بمقام الشيخ عثمان الخميس يكرر هذا الكلام أنه فلانة قرأت سورة البقرة 7 مرات، وعشانه هو الشيخ متعلم ما شاء الله، أنت قبلت منه هذا الكلام ونقلته على منبرك، لأنه إحنا أخل العلم، ما نقلت كلامنا ليه؟ احنا قرأنا 4 مرات مش 7 مرات، الـ4 مرات هي لربما شهر ونص، يعني شهرين هكذا، مش 100 سنة تقرأ سورة البقرة 4 مرات وتشلح كل هذه السقطات. سورة البقرة من أسرارها ان كل الخزعبلات التي تعاني منها، إباحيات، سقطات، رياء، حب الظهور، حب المال، تركض يمنة ويسرى وتظن انه الرزق شطارة، وانت عندك حسد وعندك امور، كله ستشلحه بفضل الله من سورة البقرة. أنت فقط أقرأ أو وردد سورة البقرة في هذه الشهرين أو 3 أشهر وسترتاح إلى أبد الآبدين أخي الكريم، سترتاح، ستنتهي، هذا هو الجمال، ستنتهي. ما بديش عندك شاب يقول لك يا أخي أنا أعاني، لربما يستحي منك، فأنت بتقول له يا أخي في عنا تجارب، في عنا تجارب يا أخي، الناس عمال من مشارق الأرض ومغاربها، من كل البلاد عمالين يعني يهتدوا بفضل الله الاستغفار الكثير جدا. لا ندخل إلى باب تحديد الأوراد فتهدم على الناس. يعني نعم ساعد، ممكن أنك أنت تعيش إذا عن جد عندك حرقة على الدين، والله الذي لا إله إلا هو لا رب سوى، ما كله حسنات لا. ورسول عليه السلام قال طوبى لمن وجد في صاحبته استغفارا كثيرا، ومن لزم الاستغفار، وكل هذا ينطبق تحت حديث رسول الله الصحيحة. فأنت إذا لزمت الاستغفار وأكثرت وحشت مثلا 30,000، يا أخي سوية 32 و36 و35 و34,000 عشان ما تقولش حددنا أوراد، العب أنت زيد، لكن أكثر كثيرا وشوف شو بتصير معك. لكن امشي أشهر، مش تقول استغفر وما فيش عندك خارطة الطريق. لما تقول لي استغفر أو صلي على رسول أو اقرأ سورة البقرة يعطيني خارطة الطريق، ماذا سيحدث معي؟ فأنت كلها حسنات، وسيتغير حالك بإذن الله تعالى مع سورة البقرة 4 مرات و30,000 استغفار. لا نجمع بينهما طبعا، الاستغفار لوحده وسورة البقرة لوحدها. نعم الاستغفار لا نتركه أبدا بكل أحوالنا، لو 1,000 لو 2,000 لو 5، فإن أكثرت بسورة البقرة فأقلل من الاستغفار، وإن
30 ألف استغفار، مش 30 يعني صفر صفر عشان نتفاهم، كما قال الشيخ عثمان الخميس 7 مرات سورة البقرة، فهو حدد يعني هالبنت كانت تقرأ 7 مرات. فأنا إذا بدي أطبق قصة البنت إني أنا أخلص من الأصحاب، أنا أدعيش 7 مرات، ما بينفع أن أنزل 5 مرات وسرق لي حددت أوراد، أنت من أين لك هذا؟ أيجوز لي عثمان الخميس يعني الشيخ الدكتور عثمان الخميس أن يتكلم بهذا الكلام وأنا لا؟ أيجوز لي أن أنقل كلامه؟ ليش إذا أنا برجع لك المرجع فأنت تقبله؟ ما هو لم يثبت. فالأولى إنك أنت يعني المجربات، قلنا هذا الرجل الصحابي يعني عندما رقى رجل بالفاتحة وشفاه الله، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، ما الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له إنه إرقي بالفاتحة لكنه رقى بالفاتحة، قال له ما أدرك إنها الرقية، ما أنكر عليه. فإذا أنت بتشوف عشرات آلاف الناس عمال تهتدي، يا أخي إحنا أولى، إحنا أمي في ذيل الأمم، ما فيش إن ثقة بيننا وبين الله، ما في إن ثقة بيننا وبين الله، يعني الله ليش إحنا ما فيش ثقة؟ لأني أنا أباشر أدعو، أنت بتقول لي استغفر، فأنا استغفرت الماضي ما حصل لي شيء، يصلي على رسول الله ما حصل لي شيء، أدعو في وقت الاستجابة ما حصل لي شيء، يعني ما استجاب الله. طب ليه؟ ما أنت بتعرفش ليش؟ ما هي الذنوب التي حولها الله وصارت ساتر سد بيننا وبين استجابة الدعاء. علينا أن ننتهي من الغيبة والنميمة والإباحيات وذنوب الخلوات والقيال والقيل، وإذا كانك بيخذ قرض ربوي تعهد الله أن لا تعود عليه وتسدده بأسرع وقت إذا كان في إمكانية، وإذا لا فتستمر يعني، لكن لا تجدد قروض ربوية حتى تسدده وهكذا، ولا تغتاب ولا تسب ولا تصر على معصية، فهذه هي التي تحول بينك وبين إنه الله يعطيك أو يستجيب لك. لكن إن تبت وأقبلت على الله وانتهيت، فهناك في معاصي كبيرة جدا لا أستطيع. يا أخي أنا سقط بالإباحيات، يا أخي أنا أبكي دم، أبكي دم إني أنا أخلص أشلح هذه السقطات، مش غادر. أنت بتقول لي افعل كذا وافعل كذا، طيب أنا أعطيني برنامج آخر. البرنامج الآخر هو إني عشان أشلح هذه الإباحيات اللي أنا أبكي دم وبعرف إن الله يعاقبني عليها، إنها سورة البقرة. عندما أقرأ سورة البقرة 4 مرات، ملم في ناس قرأت سورة البقرة مرة 18 سنة وهني معانا، مني معانا، ما هني في بعد لا زال عندهم الأنا ولا زال عندهم هذا، في عندي حفظ الكتاب الله بالقراءات العشر، لا زالوا ساقطين بسقطات معينة. لكن عندما أخذوا سورة البقرة كرهوا المعصية، كرهوا مش خلاص. تعرف في ناس بتبطل التدخين وبتضلها يعني وكأنها مسالمة مع التدخين، لكن مع سورة البقرة تترك التدخين وتقرف أهله، تقرف التدخين أبدا، مش خلاص أنت مسالم خلاص. فالجميل أنك أنت تقبل النصيحة، ولا تقبل هذه النصيحة من شيخ ولا تقبلها مني. ليه؟ لما أنا عندي قناة بفضل الله يعني فيها أكثر من 600,000 متابع، في إنا أكثر من 15-17 جروب، إنا أكثر من 7-8 قنوات على يعني بيشتغلوا معانا بفضل الله، وهم تفرعوا من هذه القناة بلغوا عني ولو آية الاستغفار وسورة البقرة. ما منعتك تقرأ كل القرآن وما منعتك أن شيء، الكلمة اللي أنا ما قلتها إنك لا تعملها فأنا لم أمنعك، فما تقول أنت شو مع باقي القرآن، ما تسألني، اقرأ من منعك. فالمهم إنك أنت تعيش الآية، عندما تعيش الآية وتقطف ثمارها وثمار الاستغفار، الرزق، التمكين، الحياة الطيبة، الشفاء من كل داء، من كل هم فرج، حدث سترى حديث رسول الله تتحقق، والآية التي في سورة نوح تتحقق أمامك تباعا، فبتصير تعرف الله وتعرف أن ذنوبك هي التي حالت بينك وبين استجابة الدعاء. ليش ما فيش ثقة؟ لأن أنا كنت أدعو ما يستجيب، لأنك أنت مصر، وقالوا لك الصلاة للصلاة كفارة، لا يا أخي ما فيش شيء كفارة إذا أنت مصر، ولا في شيء بكفارة حتى تتوب. فإن تبت لك البشرى، ما بينك وبين الله قد يبدل الله السيئات بحسنات، أما ما بيني وبينك عندما فضحتني وأكلت حقي بدك ترد الحقوق وبدك تلزم الاستغفار عشان ما تدخلش تحت حديث المفلس أو حديث الذين التي صامت يا رسول الله فلان تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانه في لسانها، قال لا خير فيها في النار، والذي خلى في محارم الله انتهكها، والذي أشرك بالله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الشكر هو أن ترد فضل الله عليك لله مش للناس. نعم الشكر هو عمل، رد يعني كل الخير اللي فيه من عند الله، علمي، تعليمي، رزقي، أموالي، أولادي، حياتي كلها من عند الله، فأنا أقول هذا فضل الله.
مش بقول انا تعلمت وانا اللي عملت وانا اللي اشتريت وانا اللي جمعت المال، انت ولا سويت شيء، انت الله يسر لك هذه الامور، فبتعرف تتعامل مع الله وان تبقى ذاكرا لله. نعم، وهذا هو، وان ترد وان تعلم الناس عن الله، تعلم الناس مما وجدت انك انت، فهنا لا يعذبك الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتكون ذاكر لله وترد فضل الله عليك لله. الله رزقك، قول الحمد لله هذا من عند الله، هذا رزقي، أنت تحرر رزقك بكثرة عبادة، بالعبادة الصحيحة، بقلة ذنوبك، ذنوبك حبست رزقك، حبست صحتك، حبست حياتك الطيبة. الله وعدك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيين حياة طيبة. ذنوبك، غيبتك، كلامك السافل، مغموس بكرة القدم ليل نهار، مضيع صلاتك عشانها، بتتكلم عن لعيبة الكرة القدم أكثر ما تتكلم عن الله وعن الصحاء وعن رسول الله. شغلك الشاغل، بتفوت على الصلاة وتطلع من الصلاة، فلان وفلان لعيب كرة القدم، مشغل حالك بصيد السمك، مش عمال تترك صيد السمك عشان هواي، رحل طالع نازل في عري في الشعري، مش مفرقة معاك، انت مش عمال تنتهي عن شيء. لكن مع سورة البقرة ستعتدل وستعرف انه كل هذا خزعبلات. فسورة البقرة اربع مرات، هي كلها ربما شهرين، شهرين ونص، ثلاثة، وخلص ترجع لمرة واحدة يوميا. والاستغفار 30,000 استغفار، هو عندما تحقق المطر إن شاء الله ويقضي الله عنك دينك، تستمر بالمستطاع. يعني المستطاع هو ربما أكثر طبعا، من لزم الاستغفار فهو كل يوم ويستغفر، لأن الله لا يعذب مستغفر، الله يعذب الجميع، العالم والشيخ والمتعلم وإن شاء الله مين ما يكون يكون إلا المستغفر، لولا أنه كان المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سيدنا يونس عندما سأل أدب الله وترك القومه، عاقبه الله، التقمه الحوت. فمش حدا مستثنى عند الله، بدك تسمع وتطيع، مش بدك تأخذ من الدين شو بدك. والحلال يعني ما تطول اليد، والحرام ما لا تطوله اليد، والحرام ما لا تطوله اليد، فإن طالته اليد فصار حلال. لا يا أخي، الحلال ما حل الله والحرام ما حرم الله. نعم، ولا تشرك بالله شيئا ولا تسأل مع الله أحد. هنا تعرف أنت كيف تفوت على 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 القبر. ولكن أنت ممكن تنصح عندما تأخذ أنت الاستغفار بثلاثين ألف، وترى الشيخ نفسه ويرى ماذا حدث، مش 30 35 50 هكذا. عندما تأخذ هذا الاستغفار وتعيشه وتقطف ثماره، ستخرج للناس تقول لهم 1 2 3. وعندما تأخذ سورة البقرة 4 مرات، سترى أنت نفسك تغيرت. لربما بأول 10 أيام سترى هذا الأمر، والله سترى حتى الشارع، السيارات، الانتظام، السير، موقف السيارة، كيف بتلاقي أمورك، كله عمال ينتظم، أهل بيتك، أمور فيه كثير تبدأ تتغير من حولك. فسيدتي بصير عندك أنت في هذه الساعة، بيكون عندك أنت يقين أنه اللي بنحكي كلام صحيح. وقصص الأخوة، يعني إن آلاف القصص أخي الكريم، يعني أنا بنزلها بتسجيلات صوتية، بالأول كانوا يدونوها في تعليقات، اليوم عمال تنزل في تنزل تسجيلات صوتية لأصحابها من كل أنحاء العالم. لا تبال الناس هذا، قد تكون أنت مرائي بخطبة الجمعة تبتك إنه كيف الخطبة وصوتك الجميل، كيف صوتي والمؤذن، كيف أنا وعلمك هذا الذي تعلمته، يعني أنا أعلمهم هذولا وكليات أنا تحت أباطي تحت كنفي، أنا أشطرهم، أنا تعلمت معي دكتوراه مرتين، مش هذا رياء؟ فالرياء مرض ستحلقه سورة البقرة. فلا تعيبوا علينا 40,000 ولا 30,000 ولا 4 مرات. نعم، فالكلام يطول، وهي المجربات. الحمد لله رب العالمين، الناس قطفت ثمارها ووجدتها، فأنتم أولى بها أن تخرجوا للناس وتبينهم أقل القليل. إنك أنت عندما يأتي شاب وبتشوفه حالي تعباني، قلوا أخي الذنوب، أخي إذا بدك تستفيد اترك الذنوب وزمن استغفار، لكن قلوا هيك، قلوا أكثر من 20-30,000 استغفار، هيك قلوا إذا بتحبش التحديد، مع أنه حددوا عثمان الخميس قال 7 مرات القصة يتداولها، يعني الشيخ عثمان الخميس، وابن تيمية شيخ الإسلام 1,000 مرة ليه يعني يحدد، وسيدنا أبو هريرة ليش يعني يحدد، وذاك الذي كان عزم الصحابة، عزم رسول الله عندما رقى ذاك اللديغ، ما غرم ما فيش قرآن منزل هذا كل الكلام. فإخوتي الكرام،
الجميل انك انت الحكمة ضالة المؤمن، لا تحارب، بالاخر انت تترك، انت ما فيش عندك حل، انت ما فيش عندك، انت عند الكلام اللي عندك موجود في جوجل. انك تربطني في الله ومحبة الله والقرب لله وتعدل الثقة بديني وفي الله، ما عندكش، انت ما عندك. فاقبل النصيحة عشان يقول لك وننهض في هذه الأمة، نحن أمة في ذيل الأمم. معلم المدرسة، معلم المدرسة لما هو معلم متعلم وما شاء الله وعنده شهادات وما شاء الله، لكن أولاد صفه الطلاب الذين عنده ساقطين، فهو ساقط قبلهم، هو ساقط قبلهم، فعليه أن ينظر إلى الطلاب لماذا لم يسقطوا عندما ينجحوا، ولو كان علمه أقل المعلمين. كل المعلمين مع الدكتورات إلا هو مع MA مثلا أو BA، وكل طلاب ناجحين، فهذا هو المعلم المثالي. طلاب نجحوا كل شهادات 100، أما أنت يا أبو الدكتوراه كل طلابك الأم كلها في ذيل الأمم، كلها في ذيل الأمم، ديون، ربا، زنا، عرى، إباحيات، قطيعة أرحام، تقتيل، حروب. نعم، الله حول هذه الذنوب علينا لهذه المذلة التي نحن فيها، فلعشان نعرف نعظم شو معنى حسن وشو معنى سيئة. لما تتراكم السيئات إن أحدكم لا يلقي بالكلمة، لا يلقي لها بال، تهوي به في نار جهنم 70 خريف، كيف بدك تحولها؟ لازم تفهم الأمة، لازم تفهم الأمة إنه المسلم ما له إلا الجنة، مش ابتداء، يعني بعد أن يقضي الله حقوق الناس، حديث المفلس وفلانة صامت وذنوب الخلوات وكل الحقوق ردها الله بحديث الخنطرة، قد تدخل إلى النار تقعد فيها 10,000 سنة. يا مسلم، يا مؤمن، يا مصلي، يا حج، يا شيخ، قد تقعد في جهنم. نعم، انت ما قالك بعدين انه يخرجك الله بعد ما يقتص منك، لكن ابتداء احنا بنشتغل كل هذا الشغل الآن على أساس اننا ندخل الجنة ابتداء. وصلت؟ علم الناس ابتداء احنا مش أهل جنة، احنا ما أهلنا إلى الجنة، مفهوم؟ اللي بيشتغل شهرية، اللي بيشتغل شهرية مش كل يوم بقبض، مش كل يوم تيجي راتب بآخر الشهر، ما قالوا إنه يأخذ الراتب، لكن كل يوم في عنده ديون، في عنده هموم بده يدفع، مش ما فيش لآخر الشهر، وأنت بالآخر بتدخل إلى الجنة. فقديش أنت أقرب إلى الله تدخل الجنة ابتداء إن شاء الله، هذا اللي بنعمل عليه إحنا. لازم تعلم الناس كيف هذه الزانية التي سقت حر كلب أجلكم الله فادخلها الجنة، هذه الزانية لربما كان مآلها إلى الجنة بعد ما اقتص الله منها في ذنوبها الزنا وكل هذا، أخذها إلى الجنة، وكان الحديث صحيح، الزنا عليه عقوبة النار والعمل الخير عليه عقوبة الجنة. فبعد أن خلص منها من النار، وانت بتعرفوا اخرجوا خرج من كان في مثقال، يعني بالآخر الله يخرج من النار ويخرج من النار ويخرج من النار. وصديقك الذي بتقول أين صديقي، ما كان بالنار، ما هو صاحبك، وبتخرجه بشفاعة منك وشفاعة رسول الله وهكذا، وشفاعة الشافعين بعد أن يقضوا ما قضوا في النار. ما طمن الناس، صار المجرم من أهل الجنة. إنا كان يصلي، حرام يا أخي، ضيعنا الأمة بهذا الكلام. شو كان يصلي؟ ما يصلت وصامت لكنها يعني سبت وشدمت فكب الله في النار. إذا إحنا مش مرآة لدين الله، لم يدخلنا الله النار، لم يوفقنا في هذه الدنيا، إذا لا نحن لسنا مرآة لدين الله، ما لناش إشي عند الله. بينفعش المسلم إذا نتمارى في الإسلام إحنا ونقول الإسلام هذا والإسلام، قدر المستطاع، مش غشاش. مش أنا إذا نسيت في البيت وعندي بيشتغل واحد شغيل بيشتغل ونسيت في البيت يعني 100 دولار سرقها وهو عامل لي شيخ، مش أنا إذا يعني بده يلفقني سلعة خرباني من غشنا، وكثير منا غشاشين بلفقني سلعة خرباني وهو ما شاء الله بالصف الأول. فإذا أنت مش من رأي دين الله، كيف بده يستجيب الله لك؟ مدخن، مرابي، إباحيات، قاطع أرحامك، لئيم، إنسان منحط أخلاقيا، لكن بعين الناس ما شاء الله هذا الشيخ مثلا، يعني على سبيل المثال يعني. فإحنا إذا المصلين مش مرآة لدين الله، الله صب علينا نحن أول إشي العذاب، لأنه خربنا على دين الله.
إحنا المسلمين أكثر ناس عذاب على وجه الأرض، مش لأنها جنة لأنها نار المؤمن، لا مش نار المؤمن، إحنا عملناها نار، إحنا عملناها نار بكثرة ذنوبنا، فالله صب علينا هذه النار صب، لأن إحنا ادعينا معرفة الله ومخافة الله، ونحن أكثر ناس نتفنن في معصية الله في الخلوات، مفهوم؟ نار الدنيا جنة المؤمن، جنة الكافر لأنه يتمتع فيها صحيح، لكنها فترة قصيرة، والمؤمن ناره لأنه فيها ما فيها، ولكن حتى لو كان متاع قليل، فيعني يتوق إلى الآخرة المؤمن الحق، عشان فيها آلاف سنين وعشرات آلاف سنين وصلت. فسيأتي لك شاب أو تبين للشباب عندك هكذا بحلقة علم أو ذكر إذا مش على المنبر في يوم الجمعة، قل يا جماعة الاستغفار كثير، بلاش أنت بدك تتبنى، لنا قصص، سمعنا قصص يعني بالآلاف، بدك تسمع قصص، ادخل للقناة يا أخي، مش عيب أنا يعني مش عيب، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله أبره، يعني ها ها يعني أنت بتعيب أنك تأخذ مني كلام وتنقله على منبرك، ولا تعيب مثلا، طبعا أنا ما بعيبش، أنا لا أعيب على الشيخ الدكتور عثمان الخميس أن ينقل كلام فلان الفلاني، قاري 7 مرات ولم يستطيعه السحرة، ومن يعني كان معاهم الشيخ عثمان الخميس، لكن عندنا هنا طبعا العيب أنا أصدق، لكن هنا إحنا عندنا لا تستطيع البطل سورة البقرة، لكن إن هنا عندك ناس أحياء موجودين أمامك تقدر تتواصل معاه، تكتب لهم رسالة وتقول لهم شو صار معك، تطلب منهم أن يبينوا لك شو حدث، في أصحاب قنوات اليوم فتحوا قنوات وعم يتكلموا عن ماذا وجدوا من الاستغفار سورة البقرة، وشي الناس بكفي تعمل حالك متكبر، هذا كبر، والله سيحاسبكم الله جميعا إذا بقيتم في هذا الكبر، سورة البقرة ستغير أفكارك، ستغير أفكارك. ليش الشيخ عثمان الخميس عنده الثقة أن يخرج ويتكلم عن هذه المرة التي قرأت سورة البقرة 7 مرات، يعني كل يوم كانت تقرأ سورة البقرة 7 مرات، فلم يستطيعوا أن يسحروها، ليش عنده الثقة؟ لأنه عنده العلم. طب وإنت شو مالك؟ ليش ما تقولش في قناة عملين الجماعة عايشين ويتكلموا عن الاستغفار فوجدوا ما وجدوا، ستحاسب أمام الله. هذه الكتب ما عادت تنفع الناس، ما عادت، انت والكتب نفس، انت والجوجل نفس الشيء، نكتب على جوجل كلمات بيطلع كل الكلام اللي تلقي لنا اياه، لكن كيف انا يستجيب الله لي؟ لماذا لا يستجيب الله لي؟ كيف انا اتوكل على الله؟ او كل كلام انت بتكلمني ما بعرفش اطبقه، مع سوره البقره ستعرف كيف تطبقه، لانه هي اللي بتطبق، من اسرار سوره البقره هي التي تشلحك السقطات، وهي التي تاخذك الى الفطره السليمه، وهي التي يعني تعيد لك الثقه بينك وبين الله، وهي عقلك المدبر، فهمت؟ سوره البقره انت تقرا وتردد، وهي تفعل من فضل الله، تاخذ قرص دواء شو بيفعل؟ انت بتلحق وتشوف وين راح؟ لا، قرص الدواء يفعل ما يفعل بفضل الله، طبعا كله بفضل الله، وهذا كلام الله. فلازم نعرف كيف نتعامل، لازم نعرف ان المجربات حق، واذا كثر سواد يعني كيف انا بدي اعرف حديث رسول الله ضعيف ولا مش ضعيف؟ ما هو الضعف في الرواه، والرسول عليه السلام يا اما قال يا اما لم يقل، فان عشت انا الحديث ولم ياتي منه شيء فانه واضح عن جد حديث ضعيف ولا ربما مكذوب، لكن ان عشت وحين عشتنا الاستغفار مع انه حديث ضعيف لكن الايات كلها تقوي والحقائق تقوي، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج وكل هم فرج ورزق من حيث لا يحتسب، تعرف هاي رزقهم من حيث لا يحتسب، كلنا آلاف الآلاف رزقهم الله من حيث لا يحتسب، طيب شو بدل هذا؟ مش بدل الحديث صحيح، الخطأ في الراوي، فأقبل يا أخي أن نغير وننهض، والمنابر منابر لندل الناس على الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التوحيد 13 عام توحيد، بعدين اجت الصلاه والصيام، انت بلشان صلاه وصيام انت علمت الناس انه الصلاه بتمحى كل شيء، وانا بدليل الامم الصلاه لا تمحى شيء اذا انت لم تتوب، لم تمحى ستكون وبال عليك الصلاه، اكثر شيء ستكون وبال عليك انك انت من فئه المصلين وانت تسيء الادب الى الله بالليل والنهار، علم الناس دير بالك الصلاه لحالها ولا شيء، ولكن هي عضويه، الصلاة هي عضوية، إنك أنت من 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 مسلم، طبعا أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن صلحت صلاته التي لا فيها غيبة ولا سرقة ولا إباحيات ولا غش ولا شرك الذي نشرك بالليل والنهار،
نعم، لولا أمريكا ولولا روسيا لكان الوضع هكذا، عملوا فيتو ما عملوش. وين الله يا شيخ؟ وين الله؟ شو لنا بأمريكا وروسيا؟ من الذي يحركهم؟ من الذي يسلطهم علينا بذنوبنا؟ إن شاء الله علم الناس التوحيد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا يضروك بشيء، فلا يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، وأن اجتمعوا لا ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك. لك رفعت الأقلام وجفت الصحف، مشكلتنا مع الله. كل مشكلة بتواجهك مشكلتك مع الله. مرتك زوجتك مش مغلبتك مع الله، مشكلتك مع الله. ديونك همومك أمراضك مغلبتك، مشكلتك مع الله. شو بتساوي بالليل وبالنهار أنت بالمشي بالذنوب؟ عشان هيك الاستغفار يمحى هذه الجبال التي حالت بيننا وبين استجابة الدعاء، جبال من الذنوب التي حالت بيننا، يصطدم الدعاء بهذه الذنوب فيرجع إلينا. فكثرة الاستغفار تمحاها إن شاء الله، ويبدأ الاستغفار الدعاء يصل إلى الله جل في علاه، يقبله الله. وسورة البقرة ستشلحك كل هذه الخزعبلات والسقطات، وبصيرة ونور وعلم، علم من عند الله، علم التوحيد، كيف تتوحد الله، وكيف تحرص على توحيد الله، وكيف تفهم مفهوم الرزق، وكيف الله يرزقك. أنا مش بحاجة لقرض ربوي، أنا ذنوبي حالت بيني وبين رزقي، رزقي كافي ووفير. الله قال من عمل صالح من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عطلت هذا الرزق الطيب والحياة الطيبة ذنوبي. الغيبة، الكلام اللي بتكلمه أنا كل اليوم النار، هذا عليه. نعم، وعندما قال لك النمص، نعم، والإباحيات، وإذا خلف محارم الله وكل هذا، من قطعك قطعته، من وصلك وصلته الأرحام، نعم، كل هذا. يلا ارجع، ارجع، تراجع، توب إلى الله. وسورة البقرة بتهون عليك، سورة البقرة بتهون عليك إنك إذا إلك حق على أهلك تسامحهم، إذا إلك حق على واحد إن شاء الله لله تترك لله، بتهون عليك، تخرج من دارك. أنا لا معي حق، والله سورة البقرة بتلينك، بتحب الخير للناس. هذا هو عجائب سورة البقرة في 4 مرات، وهي كلها مدة، لكن سنبقى مع سورة البقرة مرة إلى أن نلقى الله كل يوم كل يوم كل يوم. فاقبل يا أخي النصيحة كما قبلها الشيخ عثمان الخميس ونقلها من هنا لهناك. كيف نتداوى كلام ابن تيمية؟ هي مجربات. كيف لابن تيمية أن يقول خير الدعاء الاستغفار؟ يعني أنا أجلس أستغفر؟ نعم، ما لأنه ذنبك حال بينك وبين الحاجة اللي بدك إياها، فهمت؟ فهذا كلام المشايخ، ابدأوا استغفروا، ابدأوا عيشوا الاستغفار، سورة البقرة وكل حسنات لا تحدد يا أخي ورد. وعندما تقطف ثمار أخرج للناس اللي عندك في الصلاة، عيد كلامي يا أخي، مش عيب. كيف الشيخ عثمان الخميس عاد كلام المرأة، والشيخ عبد الرحمن اللحياني عاد كلام الرجل الذي استغفر 30,000، وأنا أخذت هذا الكلام محمل جد وطبقته فقطفت ثماره. خذ كلامي ب4 مرات سورة البقرة وقول يا الله، وسترى عجب، سترى كيف أمة تنهض. نعم، لأن الذي يعذب هذه الأمة هو الله جل في علاه، لكثرة ذنوبها وقلة حيائها من الله. إنما عندما نتوب بقول لك لا أستطيع، أنا على القيام بالإباحيات، أنا على القيام بالميسر. أنا سورة البقرة ستحلقه منك هذا الرياء، وبتعرفش تتعامل مع الله، هذا كله ستحلقه. إنك تتنازل عن حق إلك على فلان، سورة البقرة ستلين كل الأمور. هذا من أفعال سورة البقرة بفضل الله. وصلت؟ وصلت شو معنى سورة البقرة؟ وصلت ليش لازم تتكلموا فقط عن الاستغفار سورة البقرة؟ إن أمة بذيل الأمم لن ننهض بدون الاستغفار سورة البقرة. ليش؟ لأن سورة البقرة بتشلحني السقطات اللي أنا مش قادر أستطيعها، وعشان هيك أنا بفضح حالي عندك. واجي بقول لك يا أخي أنا سقط بالإباحيات وسقط بكذا، شو أعمل؟ بقول لي لازم تتوب، لازم. ما أنا مش قادر أتوب، ما أنا جيت عندك. ممكن تصل معك الحالة تقول من منا لا يسقط؟ لا، ستقرف هذه الإباحيات. أنا بقول لك مع سورة البقرة ستقرف، مش ستجاهد نفسك. في البداية مجاهد، بالآخر ستقرفها. مجاهدتك في قراءة سورة البقرة 4 مرات مش بالترك المنكرات. وصلت؟ فهذا هو اللي بدي أوصله أنا. اقبل يا أخي، لا تبقى معلم مدرسة متعلم دكتوراه والطلاب كلهم ساقطين. لا تقبل أن تكون هكذا. طلابك، إن الناس مصلين، الأمة ساقطة،
لا تقبل أن تكون في هذا المنصب، إنك أنت أنا المعلم، أنا المتكلم، أنا اللي حافظ، أنا اللي معي دكتوراه بالشريعة وبالدين وبالكل، وطلابك ساقطين ما دلتش على علمك، ولما معك شهادة يعني ثانوية وطلابك ناجحين وكل تمشيميات، أنت أفضل من كل هاي المشايخ عذرا يعني من هذول أصحاب الألقاب، صح ولا لا؟ وافقني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.